رفع العلم العراقي في نهاية كل أسبوع من أسابيع المدرسة وما يصاحبه من أنشطة أخرى كقراءة القرآن والتغني بالوطن عبر الأناشيد الحماسية والكثير من الفعاليات الأخرى التي يسعى من خلالها القائمون على التربية والتعليم في المحافظة إلى غرس مفاهيم الانتماء وحب الوطن والوفاء لهذه الأرض المعطاة. اعتبار أنه إحنا اليوم نمثل التربية والتعليم من المراسيم المهمة الواجبة على كل مدرسة وخصوصا في يوم الخميس هو رفعة العلم. هذا الرمز العراقي، هذا الرمز الذي يرمز الكرامة والعزة. نعلم الأولاد، نعلم أبنائنا الطلبة على حب الوطن، أنه هذا العلم العراقي يجب أن يكون مرفوعا دائما. أيضا من خلال رفعة العلم تكون هناك أنشطة لا صفية كالأناشيد، قراءة القرآن، يعني بعض اللوحات الفنية تعزز ثقة الطالب بنفسه مثل إلقاء الكلمات. أيضا هذا جانب تربوي مهم. الكوادر التربوية من جانبها أشارت إلى الأهمية الكبيرة ليوم الخميس في حياة الطالب التي تساهم في تنمية القدرات الذهنية ليكون عنصرا فعالا في المجتمع. يوم الخميس وأهمية يوم الخميس في حياة الطالب بصورة خاصة، ما رفع العلم هو ما يغرس في نفس الطالب الروح الوطنية وروح وحب الوطن. هذا بالإضافة إلى الأنشطة اللاصفية هي تنمي قدرات الطالب، العفو التلميذ للمستقبل، أنه يكون ذا عنصر فعال في هذا المجتمع. ولهذا نحرص دائما على نمي قدرات التلاميذ بالأنشطة اللاصفية. التلاميذ عبروا عن سعادتهم وهم يقدمون الأناشيد والفعاليات في حب الوطن متمنين أن يخدموه في المستقبل بعد التخرج. طالبي دائما كل خميس أرفع العلم وجاي هاي المدرسة أتعلم الرياضة والدراسة والقراءة، ومن بالمستقبل أصير صيدلانية. المدارس تعلمنا القراءة والكتابة والمهارات والرياضة بعدها وبعد أشياء أخرى مثل يعني ممارسة رياضة، رسم، قراءة، كتابة. يا عبد الله، بالنسبة لي أنا كل يوم خميس أطلع أقرأ نشيد العلم، وأنا حافظته لأن هذا يعني نشيد بلدني، انتمي لبلدي. بالنسبة لي أنا أصير دكتورة أطفال، أخدم بلدي وأخدم بلدي. لقناة سامراء الفضائية ماجد الصقر، مدينة البصرة.